يدير جاي يطالب ويناشد طليقته أنها ترجع له ولاده بعد ما عودت زواجها وراحت لفرنسا. كل ما نروح ندير إسقاط قطر الحضانة باش نهز الطفل تاعي يلقوا لي مشكل، يلقوا لي مشكل. لا يجوز للمرأة المطلقة أن تسافر بالولد بدون إذن الزوج. وقت الزيارة درع باش يمدول، لازم بلا بوليس ولا بلي تيموع. هم يتلعبوا بمفهوم الحضانة، يعتقدوا بلي الأب إذا طلق المرأة ثم طلق وليده تانيك. الولد راهو في حالة اضطرابات ما راهوش كاع راين اللي نعرفه. قالت له كيما قطعت درع نقطع لك لحمك. أول ما تروح لفرنسا الابن هذا اللي متخليه رحت لقيت الطفل تاعي مطيش برا. منطقي وموضوعي ومقبول انك تسقط لها الحضانه. خاف ربي الولد في اللي راح تديهم تديه معاك للكراج باش يخدم يخدم السريجيدار. الولد راح تخليه فول. عماد اللي يعاني من قصور كلوي حاد جا رفقة الأهل ديالو هنا باش يناشد كل المحسنين لمساعدته من أجل إجراء عملية جراحية. إذا ليكن شعار هذه الحصة أنقذوا ولدي الوحيد. إنه المريض ماهوش الطفل في الحقيقة، هو الأب والأم، يعني هو مرض عضوي ولكن مرض الأب والأم أقوى. صحيح. إن شاء الله تعيش حتى تشوف وليدك متزوج بولاده. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه سهرة الأربعاء